كان طبعا مبروك، فوز كبير ومستحق للنادي الاهلي على فريق سموحه بنتيجه 3-0. لكن سريعا معايا في هذه اللحظات كابتن تامر مجدي المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن تامر ببارك لك طبعا فوز كبير ومهم النهارده وتاهل لنهائي افريقيا. الله يبارك في حضرتك ومشكرين للناس اللي جت النهارده ووقفت لجانب النادي الاهلي في مباراه كانت عصيبه جدا. انت عارف مباراه زي دي بين فرقه محترمه جدا، ثالث دوري رابع دوري على طول، فرقه محترمه جدا نادي سموحه، وكنا عاملين لها حساب. وزي ما انت شايف الحمد لله كان الاداء مشرف، باستثناء طبعا الشوط الاخير اللي حصل فيه الضرب الجامد بسبب اصابه احمد قطب. عايزين نطمن على احمد قطب حالته، يعني يمكن قلقنا شويه عليه، هو تقريبا راح المستشفى، عايزين نطمن على حالته ايه يا كابتن؟ والله انا زي حضرتك، انا واقف الماتش خلص طبعا، واللعيبه كلها والجهاز الفني كله جري طبعا على اللعيب عشان يطمئن عليه، وان شاء الله ان شاء الله تبقى حاجه خفيفه باذن الله، ولسه هنشوف التقرير ان شاء الله. مفيش اي تشخيص مبدئي للاصابه؟ استحاله ان تقدر تشخص دلوقتي، يعني الدنيا الاصابه في الركبه صح؟ الاصابه في الركبه بس لسه مش قادرين ان احنا نشخص. شكرا. المباراة من الناحية الفنية شفتها؟ معلش معلش خلاص طبعا.